بسم الله تفضل أسألك أنا، أبدأ يا شيخ أنا. تفضل فضيلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: فصل. وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر منفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. استنباط لطيف، هذا استنباط جميل، سبحان الله. نعم، فلأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والجزاء من جنس العمل. فكما راقبوا الله عز وجل في خلواتهم واعتقدوا أنه ينظر إليهم وهو كذلك تبارك وتعالى، فإنهم أكرموا في الدار الآخرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة النظر لوجه الله الكريم. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. تفضل. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك. اسمحوا لي، ومن هنا تتعجب، يعني كلما يخرج إنسان ويقول لك مثلا أن نبقى على المذاهب الأربعة هذه بلوى عظيمة، نقول سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب، سبحان الله. هذه المذاهب الأربعة إنما جمعها طلاب هؤلاء العلماء الأفذاذ، طلاب أبي حنيفة كمحمد بن حسن الشيباني وكيعقوب، طلاب الإمام الشافعي كالمزني وغيره، طلاب الإمام أحمد بن حنبل المروزي وغيره، طلاب الإمام مالك يحيى بن يحيى الليثي والشافعي، وهكذا جمعوا هذه المذاهب وانتشرت في الآفاق، وقد سبقتها مذاهب وقد بقيت معها مذاهب، كمذهب الحسن البصري، مذهب الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، مذهب الليث بن سعد الفهمي المصري، كانت موجودة مذاهب كثيرة، لكن هؤلاء خدموا طلابهم، خدموا كتبهم، وجمعت وانتشرت في الأمصار وفي البلدان. ثم بعد ذلك يقول: لو هناك أمور نزلت وجدت، لما يقال له من يحاوره: أذكر أنا منها شيئا، يقول: لا، أنا الآن لا أذكر منها شيئا. هذا كله كلام من يعني كلام يطلق على عواهنهم، هذا الكلام لا يساوي شيئا في علم الشريعة أيها الكرام الفضلاء. وأنا أقول لكم:
لا عصمة إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن أن يخرج كل فترة من الزمن بعض النكرات ويبدأ يتكلمون في أمور الشريعة ويتكلمون في أمور الديانة وهو ليس له أثارة من علم يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم سنوات خدعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب وكذا فيها صدق ويتكلم فيها الرويبضة. قال ومن الروي؟ قال التافه، يتكلم في أمور العامة. ثم لابد أن نحرر أيها الكرام الفضلاء أنه لا توجد من يقرأ في أصول هذه المذاهب لن تجد مسألة نزلت وجدت طوال 1400 سنة من بعد ما حررت المذاهب في القرن الثاني والقرن الثالث إلى يومنا هذا إلا وتجد فيها أصلا مؤصلا في مذهب من هذه المذاهب. وأنتم رأيتم الحمد لله رب العالمين، رأيتم في نازلة كورونا والتباعد إلى غير ذلك كلها موجودة ومدروسة ومحققة في كتب أهل العلم والحمد لله رب العالمين. فلا تكون لمن هب ودب بعد ذلك يقول لك تجديد الخطاب الديني. ما المقصود بالتجديد أنت في الخطاب الديني؟ يعني ماذا تريد من تجديد الخطاب الديني؟ ولذلك هذه اللحظة اجتمعت اللجنة الدائمة والمؤتمر العالمي الإسلامي ومجامع الفقه الإسلامي، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ بن جبرين، الشيخ الخضير، كل علماء الأمة من المحققين قالوا هذه كلمة متميعة، كلمة تجديد الخطاب الديني، هذه كلمة متميعة أيها الكرام الفضلاء. إنما الذي يريد يتكلم عن تجديد الخطاب الديني، كنت تتكلم عن على الاجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح لا يغلقه أحد، باب الاجتهاد مفتوح. ولذلك في كل زمان ومكان هناك أئمة مجتهدين، هناك أئمة مجتهدون كأمثال بن باز في زمانه، بن عثيمين، الألباني، الفوزان في زماننا، الخضير إلى غير ذلك أيها الكرام الفضلاء. وباب الاجتهاد لم يغلقه أصحاب المذاهب، ما قالوا خلاص قفلنا على هذا، ما حد يجتهد. فكل هذا الحقيقة الحوار الذي تم في الفترة الماضية مع بعض الناس من الذين ليس لهم أثارة من علم شرعي ولا درسوا على المشايخ، حتى يخرج سبحان الله يهون من مسائل الماجستير والدكتوراه، يقول لك أنا ما أقدر أجلس يعني 5 سنوات كده لكي على 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 أستاذ لغير ذلك. هو نفسه لما ذهب يقدم في إحدى الجامعات قالوا له أنت غير مستوفي لشروط القبول، لأن تقديرك ليس مستوفيا، أنت ما حصلت على المعدل الذي يؤهلك أن تدخل الماجستير والدكتوراه. فينبغي الإنسان ما يتفه. ولذلك هذا لو كان درس عن مشايخ وراح ترك هذه النرجسية التي هو يعاني منها وهذا الكبر على الجهل الذي يعاني منه وجلس وحاب العلماء بالركب لكان تغير حاله تماما، وترك إثارة الرأي العام بمثل هذا الكلام الذي يطلقه بين فينة وبين أخرى أيها الكرام الفضلاء. لذلك أنا أنصحكم خذوا العلم عن أهله ولا تنشغلوا بأمثال هؤلاء الذين هم لا أثارة لهم من علم، إنما شيوخهم الكتاب، ما جلس يوما على شيخ ولا جلس ولا تمرغت أقدامه يوما في الرحلة في طلب العلم، ولا يعرف له شيخ إلا الكتاب. ويبقى هذا الدين عزيزا منيعا أيها الكرام الفضلاء، ويبقى هذا الدين عزيزا ومنيعا، له رجالاته وله أهله الذين يذبون عنه والذين يحفظونه بحفظ الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، أحسن الله إليكم. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان الله جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. فعلا ما يخرج مثل هذا الكلام الذي يخرج من أمثال هؤلاء في التشكيك في ثوابت الدين والغمز واللمز في أئمة المسلمين إلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يتراكم الران ران ران ران، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث الفتن المشهور أيها الفضلاء الكرام: تعرض الفتن على القلب
عودا عودا كعرض الحصير. حديث هذا والله يا اخواني الكرام يعني بغي ان يقض مضاجع الناس الذين يخافون من الزيغ ومن الضلال ومن الحور. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. بغي الانسان ينتبه لمثل هذه الامور انه لا يضل بعد هدى. تعرض الفتن على القلب عودا عودا كعرض الحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فيصير أسود مربادا كالكوز مجخيا منقلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا حديث عظيم، حديث حذيفة صاحب سر الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انظر إلى هذا التشبيه العجيب، كالكوزي مجخيا مربادا والعياذ بالله. مربادا هذه الربدة أو الربدة هذه لون أسود مغبر والعياذ بالله، بين الأسود والأغبر، هذا هو يصبح القلب أسود مثل الرماد، منكوس مجخيا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم. ما يوقر العلماء ولا يوقر كلام العلماء، إنما مع جهله يمر كلامه على هواه. ولذلك قالوا الناس أربعة، ومنهم قالوا جاهل ويظن أنه عالم فذاك أحمق فاجتنبوه. نعم أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال أعبد الله كأنك تراه، خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا ابن أرقم كأنك ترى الله، فإن لم ممنوع من الصرف ابن أرقمة، لأنه هو فيه علة العالمية والوزن، اجمع وزن عادلا على وزن أفعل. نعم فضل. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج طبراني من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا، فقال صلي صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول فإنه لكل قول حقيقة. قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاون فيها. قال أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. وروي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقط
معذرة. وهذا الحديث أيها الكرام الفضلاء فيه أحمد بن الحسين بن أبان المضاري وهو كذاب دجال من الدجاجلة يضع الحديث. نعم. وروي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا رجلا جاء معذرة جاء هو من رواية أبي هريرة عند ابن حبان وفيه كما قلت لكم أحمد بن حسين بن أبان المضري وجاء من رواية أنس ذكرها خرجها العقيلي في الضعفاء الكبير والبيهقي في شعب الإيمان وهيبة الله بن عساكر في تاريخ دمشق وفيه يوسف بن عطية وهو مجمع على ضعفه وهو مجمع على ضعفه وعلى وأيضا نعم وعليه فأنه في كل طريق من هذه الطرق أيها الكرام الفضلاء فيه جرح لا يندمل وفيه علة عليلة لا تجبر وفيه علة عليلة لا تجبر وعليه فلا يصح الحديث فلا يصح الحديث. وما ذكره هنا الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم فإنما هو هنا من رواية مرسلة صح من رواية مرسلة والمرسل من أبواب الضعيف لأنه يرويه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسقط صحابيا فيسقط صحابيا. تفضل فضيلتك. نعم أحسن الله إليكم. وروي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا. ويروى عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال الله أحق أن يستحيا منه. ووصى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فقال له اعبد الله كأنك تراه. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر رضي الله عنهما ابنته وهما في الطواف فلم يجب ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. خرجه أبو نعيم وغيره. وقف هنا أقف هنا عليه. أعد هذا وانتبه الله يرضى عليكم لهذا أعد هذا وننتبه له ونقف معه وقفة أعد رضي الله عنك أعد. وخطب عروة بن الزبير رضي الله عنه إلى ابن عمر رضي الله عنهما ابنته وهما في الطواف. انظر 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 انتبه 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 معذرة معذرة انتبه الآن هما يطوفان مين عروة بن من؟ ابن الزبير. عروة ابن الزبير فقيه المدينة. عروة ابن الزبير فقيه المدينة وأبوه الزبير الحواري رضي الله عنه. ومين وابن من؟ وابن عمر رضي الله عنهما وحسبك بابن عمر. نعم الآن هما في الطواف فطلب عروة يد ابنة ابن عمر. هل هذا الأمر الآن في حرمة يا شباب؟ في شيء حرام؟ ها؟ ويبدو والذي يظهر العلم عند الله أن هذا الطواف كان طواف سنة يعني ما كان طواف إيش؟ عمرة لأنهم يعرفون أن المحرم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح له فيبدو أن هذا الطواف كان إيش؟ يعني طواف سنة كده هم جالسين فقالوا نقوم نطوف يعني فلا حرج فيه هنا. لكن انظر ماذا رد عليه ابن عمر أعد الله يرضى عليك. أيوه أحسن الله. فلم يجبه ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
رضي الله عنها عن هذه الوجوه ورضي الله عن هذا. انظر لم يجبه، فلما لقيه بعد ذلك وابن عمر أكبر منه أو قيل يوما جلس ابن عمر وابن الزبير اللي هو عبد الله وعروة ابن الزبير ومصعب ابن الزبير وقالوا تمنوا، وقالوا تمنوا، قال مصعب بن الزبير أتمنى أن أجمع بين زينب بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وأن أكون واليا على العراق. وقال عروة أريد أن أكون فقيه، فقيه المدينة. وقال ابن الزبير أريد أن أكون خليفة المسلمين. وقال ابن عمر وأنا أريد مغفرة ربي. قال الذهبي رحمه الله، وقال الذهبي رحمه الله معلقا على هذه القصة قال ولقد ولي مصعب إمرة العراق وتزوج بزينب بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وابن الزبير صار خليفة على الحجاز وعلى العراق والشام وعلى العراق، وعروة صار فقيها، وابن عمر نرجو أن ينال ما تمنى ولا نزكيه على الله، رضي الله عنه وأرضاه. هنا ومع ذلك ابن عمر لم يجبه، ثم بعد ذلك لما قابله بعد ذلك اعتذر إليه أنه لم يجبه في الطواف، وقلت لكم لا ليس طواف نسك، لأن طواف النسك فقهاهم يعرفون لا يطلب فيه هذا النكاح ولا يقر فيه، لكن يبدو أنه طواف من باب من طاف حول البيت أسبوعا كمن اعتق رقبة. فلما لم يجبه بعد ذلك ورقيه قال نحن كنا في الطواف ونرى الله، ايش كمل الله يرضى عليك، كنا في الطواف نتخيل الله بين اعيننا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. قيل البنت هذه التي كان هو يريدها من ابن عمر اسمها سودة، فهو الآن ما رد عليه وقال له نتخايل إيش؟ نتخايل الله عز وجل بين أعيننا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فبالله الذي يحدث الآن في الطواف أيها الكرام الفضلاء من التصوير ومن ما يسمى الآن كما قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق الرياء الإلكتروني، يرفع له يديه ويقول له خذ لي صورة، وأيضا من كشف النساء للوجوه والتبرج والسفور إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء، ماذا يقال لهؤلاء؟ ماذا يقال لأمثال هؤلاء؟ ولذلك فعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما تربوا وتأدبوا بهذه الآداب الجليل عرفوا ما هم مقبلون عليه، عارفوا ما هم مقبلون عليه، فعظموا هذه الشعائر. الله أكبر، فعظموا هذه الشعائر، عرفوها شعائر عظيمة، فمع ذلك تتعجبون الآن مما يفعله الناس الآن في الطواف
وفي المناسك وفي النسك من هذا الرياء وعدم تعظيم الشعيرة. حتى قال الشيخ الفوزان: اتقوا الله، أنتم في بيت الله، هذا ليس مكان لأخذ الصور والتصوير، وليس ما إنما هذا مكان لتسكب فيه العبرات. قال عمر: هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. نعم، بارك الله فيك، تفضل. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراه، قيل إنه تعليل للأول. فإن العبد، تسمعوني يا شباب ولا ما تسمعوني؟ أسمعك أنا شيخ. شيخنا أسمعكم. تفضل، بارك الله فيك. تفضل تفضل، بارك الله فيك. أحسن الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول. فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين: اتقي الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما. أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان ويتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق حديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث ما تزكية المرء نفسه، قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه، وذكر الحديث. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا،
وقوله وما تكون في شأني وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنسبة. أحسن الله إليك. استمر تفضل. أحسن الله إليك. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب لاستحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا، وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، وقوله يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، وقوله يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله. وسوء فهمه يعني كل هذه الأمور كما يليق بجلال الله عز وجل من غير تعطيل ولا تشبيه ولا حلول ولا اتحاد ولا تأويل ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم صلى الله عليه. فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بكر المزني من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. قال ثور بن يزيد قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا كيف نكلم الله كثيرا؟ قال أخلوا بمناجاته واخلوا بدعائه. خرجه أبو نعيم. وخرج أيضا بإسناده عن رياح قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجلي، وكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. رياح هو اسمه رياح. نعم رياح. أحسن الله إليك. تفضل. وقال أبو أسامة دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض، فقلت كأنك تكره أن تؤتى. قال أجل. فقلت أو ما تستوحش؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده ألا تستوحش؟ فقال ويستوحش مع الله أحد؟
وكان حبيبه أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يستأنس بك فلا أنس. وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجاتي. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال مسلم العابد: لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال: يعني صلاة الجماعة، وقد علم السلف أنها واجبة. كل ما تجده من آثار السلف وأعمالهم يعلمون أن صلاة الجماعة واجبة. فضل. وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. وعن إبراهيم بن أدهم قال: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك، حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا. فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت، أو في بحر، أو في سهل، أو في جبل. وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد، وشوق الجائع إلى الطعام الطيب. ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل، وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسا. وقال أبو سليمان: لا آنسني الله إلا به أبدا. وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. وقال ذو النون: من علامات المحبين لله ألا يأنس بسواه ولا يستوحش معه. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله أنس بالله، لأن الله أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه. أحسن الله إليكم. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله أنس بالله، لأن الله أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه. وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه إليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من آداب وأخلاق من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. والذين يتكلمون هو أراد أن يفصل لك طرائق العلماء، فكتب الفقهاء تتكلم في العبادات وما يختص بأحكام الجنايات والحدود وإلى غير ذلك،
كتب العقائد تتكلم على أصول الديانات إلى غير ذلك، يفصل لك يعني مشارب العلماء. والذي يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان والأعمال الباطنة التي تدخل وهكذا. نعم. والذين يتكلمون على علم المعارف وعلى علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير عليه الصلاة والسلام. وأمارات الساعة آخر ما بقي في الحديث، إن شاء الله نرجعه إلى المجلس القابل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.